بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي ومتابعي قنوات الجزيرة الرياضية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، نحييكم بأجمل وأرق التحايا، ويسرنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة مباراة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى اللي تجمع منتخب أوزبكستان الذي تراجع الآن للمركز الثاني بعد فوز كوريا الجنوبية بوقت قاتل على قطر بهدفين مقابل هدف واحد لتتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم أوزبكستان بالمركز الثاني ب8 نقاط، إيران بالمركز الثالث ب7 نقاط، قطر بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ولبنان بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط. مباراة بين لبنان المستفيق ومضيفة أوزبكستان الجريح في لقاء يضيف ملعب وريو ديكور في مدينة طشقند، والمباراة الأولى للمنتخب الأوزبكي على هذا الملعب الجديد المميز في لقاء يقود طاقم تحكيم سنغافوري بقيادة عبد الملك عبد البشير، يساعد لي تيزو ويومون تانغ وجهري محمد حكما رابعا. تشكيلة المنتخب اللبناني لمباراة اليوم مؤلفة من عباس حسن في حراسة المرمى بالرقم 23، من اليمين علي حمام 19، معتز بلاد جنيدي 4، يوسف محمد 5، وليد إسماعيل 18، عدنان حيدر بالرقم 20، محمد شمت بالرقم 6، وهيثم فاعور بالرقم 15، محمد حيدر بالرقم 9، عباس أحمد عطوي بالرقم 10، حسن شعيتو بالرقم 8. غيابات حسن معتوق المفاجئة، رضا عنتر الذي أعلن اعتزال المفاجئ والمؤخر، وبلال شيخ النجارين بسبب الإصابة، إلى جانب رباع العقوبة رامز ديوب، محمود العلي اللي عوقب مدى الحياة، وعلي السعيدي وحسين دقيق اللي عوقب بالحرمان سنة واحدة من اللعب مع المنتخب اللبناني. أما تشكيلة منتخب أوزبكستان مؤلفة من إغناتي نيستروف بحراسة المرمى بالرقم 12، منتخب أوزبكستان راح يلعب اليوم بطريقة 3-5-2، ثلاثي الدفاع إكمال شورقاميدوف بالرقم 23، أرتوم بيلابوسيان بالرقم 4، إنزور إسماعيلوف بالرقم 5، في وسط الملعب الخماسي يسور خاسينوف بالرقم 6، سيرفر ديباروف بالرقم 8، عزيز بك خيدروف بالرقم 7، توروسونوف بالرقم 17، فاخروف كادوييف بالرقم 22، وفي خط الهجوم عادل أخمدوف بالرقم 9، وأولغبيك بكاييف بالرقم 10. هذا هو اللقاء الدولي الرابع الذي يجمع المنتخبين اللبناني والأوزبكي. لقاء الذهاب بين المنتخبين انتهى بالتعادل بهدف، وهذا المدرب الذي يلاقي ضغوط كبيرة، وهناك دعوات لاستبداله بسلف السابق فالديم إبراموف. كل التوفيق للمنتخب العربي اللبناني. ثيو بوكير اللي أكد قبل المباراة بأن هناك أمل، لم يفقد المنتخب اللبناني الأمل في التأهل إلى كأس العالم، وسيواصل خوض المباريات بنفس الوتيرة السابقة. هي مباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للبنان في البقاء في دائرة المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة للنهائيات، وفرصة لأصحاب الأرض من أجل التمسك بالصدارة والطموح بالتواجد في مونديال الكبار لأول مرة في تاريخ المنتخب الأوزبكي. منتخب لبنان مستفيق بعد فوز كبير في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا على تايلاند ب5 أهداف مقابل 2، والمنتخب الأوزبكي الجريح العائد من خسارة أمام الأبيض الإماراتي ب2 مقابل 1. تنطلق المباراة، منتخب أوزبكستان على يسار الشاشة بالزي الأبيض، كرة ملعوبة من إسماعيلوف تلعب إلى فيلبوسيان، يلعبها إلى الجانب إلى أكمال شورقاميدوف، شورقاميدوف يلعب الكرة مقطوعة برا الملعب إلى رمية التماس لصالح المنتخب الأوزبكي. هدف قاتل في وقت قاتل يمنح كوريا الجنوبية الفوز على العناب القطري. قدم العناب القطري مباراة جيدة مميزة، صمد شوط أول وتألق في شوط ثاني، ولكن بعد أن أضاف حكم اللقاء 5 دقائق كوقت محتسب بدل من ضايع، تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تسجيل هدف الفوز ليعتلي الصدارة برصيد 10 أهداف. هنا كرة ملعوبة، تلعب الكرة عند اللاعب خيدروف، أقرب لها المدافع.
المدافع، يسيطر عليها اللاعب وليد، يلعبها إلى الجانب، طالت برا الملعب، رمية التماس لصالح المنتخب اللبناني. هذا هو القائد سيرفر ديباروف، 89 مباراة دولية و18 هدف دولي دولي من عام 2002. اللاعب سيوني جنام الكوري الجنوبي، كرة ملعوبة رأسية مقطوعة ولعب خطر. هذا على كل حال حكم اللقاء السنغافوري، 44 عام دولي من عام 2002، كان أفضل حكم في آسيا، قاد يعني مباراة لأوزبكستان مع الأردن، فاز 2-1 بعد ربع نهائي آسيا 2011. مباراة لأوزبكستان مع كوريا انتهت بخسارة أوزبكستان 2-3، أوزبكستان مع سوريا بالتعادل، وهذه أول مباراة يخوضها لمنتخب لبنان. كرة ملعوبة في وسط الملعب، تلعب إلى الجانب، الكرة عند اللاعب محمد حيدر، مقطوعة من المدافع خاميدوف برا الملعب، رمية التماس. هذا هو اللاعب محمد حيدر، سجل هدف في شباك تايلاند ويخوض مباراة رقم 20 دوليا، سجل هدف دولي واحد دولي من عام 2010. كرة في وسط الملعب ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني، هجم الآن، الكرة عند اللاعب شعيتو يحاول، ولكن هناك خطأ، ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب الأوزبكي، وكرة ملعوبة أقرب إلى عباس حسن، لاعب المحترف في الدوري السويدي، 27 عام، مثل الفئات العمرية، ويخوض مباراة الدولية 12 بعد اعتزال الحارس الدولي زياد الصمد. كرة عادت عند اللاعب فيل بوسيان، يلعب إلى الجانب إلى إكمال شور خاميدوف، يعيدها من جديد إلى أرتون فيل بوسيان، يلعبها إلى الجانب إلى إسماعيلوف، يتوغل بالكرة الآن، يتوغل إسماعيلوف، الحذر واضح، البداية حذرة من الفريقين، كلاهما يسعى لخطف نقاط هذه المباراة، ومحاولة من جديد، كرة رأسية وأقرب إلى عباس حسن، لكن يتركها إلى يبدو هناك راية صفارة، ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب اللبناني. منتخب لبنان خاض لحد الآن 13 مباراة، فاز في 5، تعادل في مبارتين، وتعرض للهزيمة في 6 مباريات على أرض، يعني الفوز في 4 مباريات، الخسارة خارج أرضه في مباراة واحدة، تعادل في مبارتين. وخسر 6 مباريات، واحدة على أرضه أمام قطر بهدف في التصفيات النهائية، و5 مباريات خسرها خارج أرضه، سجل 16 هدف، دخلت شباك 22 كرة، وأشهر الحكام بوجه لاعبي 19 بطاقة صفراء. في التصفيات النهائية سجل هدفين فقط، علي السعدي على أوزبكستان، ورضا عنتر الغائبان على إيران، في حين دخلت شباك 6 كرات. كرة ملعوبة الآن تنقطع لصالح المنتخب الأوزبكي، محاولة من جديد، هجمة تنقطع من اللاعب وليد إسماعيل، يلعب إلى الجانب إلى محمد حيدر، حركة لعب جميلة، وحكم اللقاء يقول يلعب مباراة حلوة سريعة منذ البداية. كرة ملعوبة من جديد، هجمة للفريق الأوزبكي، رأسية ملعوبة، اعتدنا نشوف المنتخب الأوزبكي يلعب بطريقة 4-5-1، كان يعتمد على مهاجم رئيس حربة واحد اللي هو ألكسندر جيرنيخ، اللي اليوم موجود على دكة الاحتياط بعد أن قدم أسوأ مباراة إلى أمام المنتخب الإماراتي، واليوم قاسيموف زج باللاعب أوليغبيك باكايف كلاعب رغم أنه عمره كبير 34 عام، لكن يمتاز ب يعني تغيير المراكز بكرة وبدون كرة وإرباك المدافعين. كرة ملعوبة من جديد، مقطوعة مرة أخرى، عادت بالمنتصف إلى عباس أحمد عطوي، عطوي يحاول يمر، يلعب إلى الجانب إلى عدنان حيدر، مقطوعة الكرة برا الملعب، رمية تماس لمنتخب لبنان، رمية التماس لمنتخب لبنان. هذا هو اللاعب عدنان حيدر، اللاعب المحترف في نادي ستابيك في الدوري النرويجي، من مواليد النرويج أيضا في مدينة درامن. كرة ملعوبة عادت عند اللاعب يوسف محمد، يلعبها للجانب إلى وليد إسماعيل، وليد كرة طالت بهذا، يا شباب الهدوء مطلوب، هذا وليد إسماعيل، مباراة اليوم رقم 29 دوليا دولي من عام 2010. عادت الكرة عند اللاعب فيل بوسيان، يلعبها إلى إسماعيلوف يتوغل بالكرة الآن، إسماعيلوف يتوغل بالكرة، يلعب كرة طويلة ملعوبة. شوف اللي حد الآن المنتخب الأوزبكي يعتمد على الكرات الطويلة وعلى العمق على اللاعب باكايف، ركلة حرة غير مباشرة ملعوبة في وسط الملعب، تلعب من محمد شمس، عادت من جديد الكرة في وسط الملعب عند اللاعب سيرفر ديباروف،
يلعبها للجانب الى اللاعب كادويف. كادويف يعيدها الى اللاعب اسماعيلوف. اسماعيلوف يلعب كره طايشه مقطوعه في وسط الملعب من محمد شمس. مره اخرى محمد شمس يحاول يتوغل بالكره. الان يلعب الكره قصيره مقطوعه من كمال شورخا مديوف. يعيدها الى الجانب الى فيل بوسيان. فيل بوسيان اللاعب اللي يلعب على هذا الملعب لاعب بونديكور، لعب لنساف كرشي ايضا ويخوض مباراه الدوليه 11. كره عادت من جديد، طالت الكره مره اخرى عند اللاعب كادويف. يعيدها الى الخلف عند اللاعب عزيز بك خيدروف. خيدروف يلعب الكره الى الجانب، الكره ملعوبه الى يسور خاسينوف. مره اخرى الى كادويف. كادويف يحاول اليوم، كادويف هو يلعب كلاعب وسط من جهه الشمال، راح يعتمد عليه بالتراجع الى الخلف كمدافع رابع عند الدفاع وعند الهجوم ينطلق لزيادة العدد في وسط الملعب. كرة ملعوبة من جديد عادت إلى اللاعب فيل بوسيان، يلعبها إلى أنزور إسماعيلوف. أنزور إسماعيلوف يعيدها من جديد وبالمنتصف إلى عزيز بيك. عزيز بيك خيدروف يلعبها من جديد إلى أرتون فيل بوسيان. فيل بوسيان يلعب الكرة إلى أكمال شورخا مديوف أور بالمنتصف من جديد إلى سيرفر ديباروف. سيرفر ديباروف يحاول يمر الآن يتوغل بالكرة، ملعوب الكرة من جديد إلى عادل أخمدوف. مرة أخرى عادت الكرة إلى فيل بوسيان. فيل بوسيان يلعب الكرة لإسماعيلوف. إسماعيلوف يسيطر على الكرة الآن. إسماعيلوف يتوغل بالكرة. إسماعيلوف ما زالت الكرة بحوزته الآن. يلعب الكرة من جديد إلى اللاعب يسور خاسينوف بالمنتصف. الكرة ملعوبة من جديد إلى إكمال شورخا مديوف. يلعبها من جديد إلى عادل أخمدوف. ومرة أخرى الكرة مقطوعة من اللاعب يوسف محمد برا الملعب. رمية التماس لصالح المنتخب. اعتدنا يعني بالقائمة موجود رقم 5 لكن هو الرقم الصريح اللي يرتديه دائما الرقم 3 على قائمة الفيفا. موجود رقمه بالرقم 5 لكن هو يرتدي الرقم 3 ويحمل شارة القيادة بغياب رضا عنتر. هذا هو إكمال شورخا مديوف، 9 مباراة لهذا اللاعب دولي من عام 2010، أيضا لاعب بونديكور ويلعب على هذا الملعب. يعني المنتخب الأوزبكي أول مباراة إلى على هذا الملعب، جمهور كبير كما ذكر المراسل أكثر من 35,000 متفرج يتابعون المباراة إلى جانب عدد كبير من الجماهير التي بقيت خارج الملعب. كرة ملعوبة من الحارس عباس حسن، طويلة عالية رأسية مقطوعة من سيرفر ديباروف في وسط الملعب من جديد. كرة ملعوبة من عباس أحمد عطوي منتصف الملعب تنقطع من جديد، تلعب الكرة عند اللاعب عادل خميدوف برا الملعب. رمية التماس لصالح المنتخب اللبناني. نلعب بالدقيقة 9 من عمر المباراة، تعادل سلبي قائم في هذا اللقاء. نلعب بدرجة حرارة 11 درجة مئوية. هذا هو اللاعب إكمال شورخا مديوف، طوله 181 سنتيمتر، يعني معظم اللاعبين الأوزبكيين طوال القامة. كرة مقطوعة في وسط الملعب. هيثم فاعور يعيد الكرة إلى الخلف إلى يوسف محمد. يوسف يعيد الكرة إلى عباس حسن. عباس حسن يا تلعب بالنار يا عباس، لا تلعب بالنار. مرة أخرى محاولة من جديد، الكرة ملعوبة، تلعب الكرة في وسط الملعب. يعني لبنان استفاق من جديد وطموح للعودة للانتصارات ونسيان الجراح التي تسبب بها أبناء بعد الأهداف الأخيرة. كرة ملعوبة وممتاز عباس يمسكها. يعني المطالبة بنسيان الجراح اللي تسبب بها أبناء عبر الأحداث الأخيرة المؤلمة التي عصفت بكرة لبنان وأبعدت عدد من اللاعبين نتيجة التلاعب بنتائج المباريات، شيء مؤسف وشيء مؤلم. ألقى بظلالة على الكرة اللبنانية والعرض أمام تايلاند والفوز الكبير قد يعيد ثقة الجمهور بلاعبيهم ومنتخبهم ويعاود لمسلسل الانتصارات. والفوز اليوم يعني راح يكون إلى دور كبير بهذه العودة. كرة ملعوبة الآن عند اللاعب يسور خاسينوف، تنقطع من جديد. يسور خاسينوف هذا اللاعب اللي لعب لبونديكور، لعب للإمارات، لعب لقطر، هنا احترف في الدوري القطري مع الإخوية ولعب مع ما شاء. 10 دقائق من عمر المباراة، العنوان الأبرز لهذا اللقاء التعادل السلبي. كرة ملعوبة من محمد حيدر. محمد حيدر يبحث عن إسناد وبالتالي كرة طايشة برا الملعب إلى رمية تماس لصالح المنتخب الأوزبكي. أول لقاء جمع المنتخبين كان عام 2008 في تصفيات كأس العالم لقارة آسيا لجنوب أفريقيا، انتهى بفوز أوزبكستان بهدف وحيد في بيروت. وفي أوزبكستان في تصفيات كأس العالم لجنوب أفريقيا في لقاء الإياب فاز أوزبكستان بثلاثية نظيفة، وفي ذهاب هذه التصفيات النهائية في بيروت تعادل المنتخبان بهدف واحد. علي السعدي للبنان وجاسور حسنوف اللي يحمل الرقم 6 سجل هدف منتخب أوزبكستان. 3 لقاءات
2 لأوزبكستان، 1 بالتعادل. نتمنى اليوم أن يكون الفوز لصالح المنتخب اللبناني في هذا اللقاء. كرة ملعوبة من جديد، طويلة اللعب، مقطوع الكرة من علي حمام في وسط الملعب، هيثم فاعور يلعبها إلى يوسف محمد، تلعب من معتز بالله الجنيدي مرة أخرى لهيثم فاعور، هيثم فاعور يلعب الكرة إلى اللاعب عباس أحمد عطوي، ملعوبة من جديد إلى عباس، من جديد عباس يحاول يلعبها حلوة الكرة ملعوبة لشعيتو، حسن شعيتو يحاول ممكن يسدد، تسديدة برا الملعب تروح إلى ركلة مرمى. حلوة، أول تهديد مباشر للمنتخب اللبناني على منتخب أوزبكستان. كرة من حسين حسن شعيتو اللي يلعب مباراة رقم 18، سجل هدفين دوليين، سجل في شباك تايلاند الهدفين وما زال يبحث عن هدف الأول في هذه التصفيات، وأخطر الكرات كان ممكن أن تكون هدف. كرة ملعوبة من إغناتي نيستروف، أيضا حارس مرمى بونديكور، يعني هو المدرب قاسموف كان يدرب بونديكور ويعرف عدد من اللاعبين، يعني هو اعتمد على عدد من اللاعبين اللي يلعبون لنادي بونديكور. كرة ملعوبة من جديد في وسط الملعب من إسماعيلوف، تلعب الكرة عند اللاعب عزيز بك خيدروف إلى الجانب إلى إكمال شورخاميدوف، شورخاميدوف يعيدها إلى فيلبوسيان، فيلبوسيان شوف المدافعين المنتخب الأوزبك الآن دا يدافع من وسط الملعب، يريد يرجع المنتخب اللبناني في ساحته وبالتالي يضغط عليه. كرة ملعوبة من جديد، محاولة مرة أخرى، تلعب الكرة إلى حسن شعيتو، حسن شعيتو وكرة مقطوعة، تلعب من جديد، محاولة للمنتخب الأوزبكي، إعادة بالمنتصف إلى سيبر ديباروف، تلعب من الجانب إلى عادل أحمدوف إلى إكمال شورخاميدوف، إكمال شورخاميدوف كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تبعد الكرة من دفاعات المنتخب اللبناني، عادت إلى إسماعيلوف، إسماعيلوف يلعبها إلى اللاعب كادوييف، كادوييف هذا اللي كنت أقول عنه، كادوييف كلاعب وسط هم اليوم يلعبون بثلاثة مدافعين يدفعون باللاعب كادوييف ويتراجع كادوييف إلى الخلف عند الضغط، وكرة مبعدة من وليد إسماعيل إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. 13 دقيقة من عمر المباراة، التعادل السلبي ما زال قائم، ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي، ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي على التنفيذ القائد سيرفر ديباروف، سيرفر ديباروف يلعب كرة خطيرة، خطرة كانت وتبعد من اللاعب هيثم فاعور إلى برا الملعب، رمية تماس المنتخب الأوزبكي، خطرة كانت على المنتخب اللبناني، يبعثها المدافع علي حمام لاعب نادي النجمة، هذا هو اللاعب يسور خاسنوف، خاسنوف اللي سجل الهدف بالدقيقة 12 في لقاء الذهاب. محاولة من جديد، هيثم فاعور يلعب الكرة، محاولة الآن، الكرة رأسية عادت إلى الخلف، تلعب الكرة عند اللاعب عزيز بيك مرة أخرى إلى اللاعب عادل أحمدوف، أحمدوف يلعبها إلى خاسنوف، خاسنوف من الجهة البعيدة يحاول يمر الآن، خاسنوف يبحث عن سناد، كرة عادت إلى كادوييف، كادوييف يلعب الكرة مقطوعة بالمنتصف من اللاعب محمد شمس وبر الملعب إلى رمية تماس المنتخب الأوزبكي. بدأ منتخب أوزبكستان يضغط وبدأ منتخب اللبناني يتراجع، والتراجع دائما يولد ضغط والضغط يولد أخطاء، على المنتخب اللبناني أن لا يتراجع بلا مبرر إلى منطقة الجزاء وبالتالي يمنح الفرصة للمنتخب الأوزبكي بالضغط. كرة عادت في وسط الملعب، محاولة في منتصف الملعب، ملعوبة طويلة إلى الجانب، كرة تبعد من اللاعب إكمال شورخاميدوف، عادت مرة أخرى إلى اللاعب محمد حيدر، محمد حيدر يحاول يمر الآن، محمد حيدر يلعب كرة جميلة إلى حسن شعيتو، مرة أخرى إلى محمد حيدر، محمد حيدر يعيد الكرة عند اللاعب وليد إسماعيل، وليد يلعب إلى شعيتو، شعيتو حركة لعب جميلة، يا سلام حركة حلوة جميلة، مرة أخرى إلى محمد حيدر، محمد حيدر يحاول يلعبها من جديد إلى اللاعب وليد إسماعيل، وليد يلعب الكرة بالمنتصف إلى عباس عطوي، عطوي يلعب الكرة، طالت الكرة على اللاعب عدنان حيدر برا الملعب، رمية تماس للمنتخب الأوزبكي، شوف الكرة الخطرة اللي أبعتها وبالتالي أبعتها علي حمام إلى رمية تماس. تمركز اللاعبين اللبنانيين كان سليم وتغطية سليمة للمرمى، كرة عادت عند اللاعب إسماعيلوف، إسماعيلوف يلعب الكرة طويلة، ملعوبة الكرة طويلة للمنتخب الأوزبكي، كرة تنقطع حكم المباراة يقول يلعب، مقطوعة من اللاعب يوسف محمد، طالت إلى عدنان حيدر، عدنان حيدر لحد الآن عدنان حيدر بطيء الأداء، بطيء الأداء لم ينتج لحد الآن في هذه المباراة. كرة ملعوبة، ومرة أخرى برا الملعب إلى رمية تماس،
رمية التماس الآن علي حمام حكم اللقاء عبد الملك عبد البشير. يعني الجمهور اللبناني يتذكر هذا الحكم اللي قاد مباراة لبنان مع كوريا الجنوبية وخسر لبنان بسداسية نظيفة. كرة ملعوبة مرة أخرى تلعب الكرة من جديد. ومحاولة مرة أخرى ويبدو هناك تسلل ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب الأوزبكي. دخلنا الدقيقة 17 من عمر المباراة. العنوان الأبرز لهذا اللقاء الذي يتسم بالندية والسرعة بالتعادل السلبي. وليد إسماعيل لاعب رايسينج بيروت. شوف المحاولة من جديد. والله بيها شك، يعني كان وليد قريب من اللاعب، ليس هو الأقرب لخط المرمى والحارس. على كل حال رمية التماس للمنتخب الأوزبكي. هذا هو اللاعب عباس أحمد عطوي. هناك عباس علي عطوي أونيكا اللي سجل في شباك تايلاند، يعني أيضا في منتخب أوزبكستان اثنين بنفس الاسم اللي هم يسور خسنوف ويسور خسنوف الآخر اللي يرتدي الرقم 16 على دكة الاحتياط. كرة ملعوبة من جديد، محاولة مرة أخرى للمنتخب الأوزبكي. الكرة تلعب عند اللاعب تورسونوف. تورسونوف قصيرة مقطوعة من اللاعب وليد إسماعيل. وليد يبعتها برا الملعب. رمية التماس للمنتخب الأوزبكي. الكفة متوازنة، الأداء هجمة بهجمة. لحد الآن شفنا كرة خطيرة من اللاعب حسن شعيته وكرة خطيرة من المنتخب الأوزبكي. نبحث عن متعة، عن إثارة، عن أهداف في هذا اللقاء، ونتمناها النتيجة حمراء في هذا اللقاء. كرة ملعوبة مقطوعة إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي. سيرفر ديباروف على التنفيذ. ركنية لصالح منتخب أوزبكستان. الحكم ينبه اللاعبين داخل منطقة الجزاء. هذا هو إنزور إسماعيلوف. عبد الملك عبد البشير 44 عام، دولي من عام 2002. قاد مباريات عديدة تحت 19 عام لأوزبكستان مع الإمارات، أوزبكستان مع سوريا، قاد مباراة قطر مع إندونيسيا، إيران مع البحرين. كرة ملعوبة ويا سلام يا عباس. عباس يمسكها ببراعة وبهدوء. حارس طوله 197 سنتيمتر، عمره 27 عام، انتقل هذا الموسم لإلسبورغ السويدي. كرة ملعوبة في وسط الملعب، عادت إلى هيثم فاعور. هيثم يلعب الكرة طويلة ملعوبة. الكرة مقطوعة من اللاعب فيلبوسيان. تلعب الكرة إلى إسماعيلوف. إسماعيلوف يعيدها إلى فيلبوسيان. فيلبوسيان يلعب الكرة إلى الجانب إلى أكمال شورخاميدوف. شورخاميدوف يسيطر على الكرة الآن، يهدئ اللعب، يحاول يسحب لاعبي المنتخب اللبناني إلى الأمام. كرة مقطوعة من يوسف محمد، عادت إلى وليد إسماعيل. خلفية ملعوبة، كرة في وسط الملعب من جديد، محاولة للمنتخب اللبناني، وكرة تلعب من محمد شم وعادت إلى محمد حيدر. محمد حيدر يحاول يمر الآن، مقطوعة للملاعب تورسونوف. عادت من جديد الكرة عند اللاعب باكايب، مقطوعة من جديد، يحصلها اللاعب سيرفا ديباروف. وعادت مرة أخرى لعزيز بيك خيدروف. عزيز بيك ملعوبة الكرة إلى أكمال شورخاميدوف. شورخاميدوف يلعب الكرة بينية قصيرة مقطوعة، تنقطع لصالح المنتخب اللبناني. 20 دقيقة من عمر المباراة. العنوان الأبرز لهذا اللقاء التعادل السلبي في لقاء يجمع المنتخبين الأوزبكي وضيف المنتخب العربي اللبناني الشقيق. كرة عند الحارس إغناتي نيستاروف. نيستاروف يلعب الكرة طويلة. تغييرات إجراها قاسموف على تشكيلة المنتخب اللي خاضت المباراة أمام الإمارات. يعني أبعد الظهير الأيسر دينازوف، وأبعد لاعب الارتكاز تيمور كبادزي، وأبعد المهاجم الكسندر كينريخ. ثلاثة لاعبين وزج بدلا منهم اللاعب يسور خاسينوف وعزيز بيك خيدروف وأولد بيك باكاي. أبعد ثلاثة وزج بثلاثة لاعبين، بينما يغيب رضا عنتر فقط، و
حسن معتوق عن تشكيلة منتخب لبنان الأخيرة اللي خاضت المباراة أمام تايلاند. بالسلامة إن شاء الله للاعب محمد حيدر لاعب صفا بيروت، لعب للتضامن سور أيضا عام 2011، انتقل من تضامن سور لصفا بيروت 23 عام، ومباراة الدولية رقم 20، هدف دولي واحد سجله في شباك تايلاند في آخر المباريات. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. كرة ملعوبة لعزيز بيك، تلعب الكرة عند اللاعب تورشونوف، ورايا الصفارة تسلل ضد لاعب كمالشور خاميدوف. هذا هو إكمال شور خاميدوف، اليوم عنده واجبات هجومية، يندفع من الخلف إلى الأمام وبناء هجمات، أكثر بناء الهجمات على جهة اليمين على جهة اللاعب إكمال شور خاميدوف، مع أن المنتخب الأوزبكي قليل يلعب على الأطراف، دائما يعتمد اللعب على الكرات الطويلة ومن العمق. كرة ملعوبة من جديد، محاولة مرة أخرى للمنتخب اللبناني، تنقطع في وسط الملعب، يسيطر عليها عزيز بيت خيدروف، مرة أخرى طالت برا الملعب رمية التماس للمنتخب اللبناني. هذا هو سيرفر ديباروف، صانع العاب مميز، هداف الدوري الاوزبكي ب 19 هدف الموسم الماضي، افضل لاعب في اسيا 2008 وافضل لاعب في اسيا 2011 مع الشباب السعودي، قائد الفريق الاوزبكي. كره عند اللاعب تورشونوف، ومقطوع على ركله حره للمنتخب الاوزبكي الان. محمد حيدر بروح رياضيه عاليه يعتذر من اللاعب تورشونوف اللي سجل 4 أهداف لحد الآن في التصفيات في شباك طاجكستان قطر وكوريا الجنوبية. هذا هو اللاعب سانخور تورسونوف، لاعب لوكوموتيف طشقند الأوزبكي. كرة ملعوبة عند اللاعب عزيز بيك خيدروف، محاولة من جديد، كرة تنقطع، وهناك خطأ مرة أخرى لصالح المنتخب الأوزبكي. كرة عند اللاعب عادل أخمدوف، من جديد إلى اللاعب عزيز بيك خيدروف. عزيز بيك يعيد الكرة عند اللاعب فيل بوسيان، فيل بوسيان يسيطر على الكرة الآن. فيل بوسيان مثل ما ذكرت وأرجع أقول أن اللاعبي المنتخب الأوزبكي يدافعون من وسط الملعب، يحاولون بينطون مساحة للمنتخب اللبناني أن يلعب في ملعبهم. رمية التماس إكمال شور خاميدوف، محاولة من جديد، الكرة ملعوبة لأكمال من جديد، كمال يحاول، حركة لعب جميلة، محاولة المرور، مقطوع الكرة من وليد إسماعيل إلى رمية التماس للمنتخب الأوزبكي. رمية التماس للمنتخب الأوزبكي. دخلنا الدقيقة 24 من عمر المباراة، التعادل السلبي ما زال هو العنوان الأبرز لهذا اللقاء. كرة مقطوعة من جديد، محاولة للمنتخب اللبناني، محمد حيدر يلعب الكرة إلى حسن شعيتو، حسن يلعبها بالمنتصف، عباس عطوي، والكرة مقطوعة إلى فيل بوسان. لحد الآن فعالية المنتخب اللبناني الهجومية معدومة باستثناء الكرة الوحيدة اللي لعبها حسن شعيتو، وحتى المنتخب الأوزبكي فعاليته الهجومية معدومة، لم نشاهد بعد مرور 24 دقيقة أي هجمات مميزة ملعوبة بجمل تكتيكية على المرميين. كرة عادت في وسط الملعب، عادل أخمدوف يسيطر على الكرة، يلعبها إلى الجهة البعيدة إلى كادوييف، كادوييف، كادوييف يلعب الكرة طويلة، ملعوبة الكرة إلى الجانب، محاولة عند اللاعب ياسور خاسنوف، ياسور خاسنوف قريب من المدافع معتز بالله جنيدي، يتركها إلى ركلة مرمى لمنتخب لبنان. هذا هو ياسور خاسنوف، 32 مباراة دولية وهدفين دوليين سجلهم في شباك الأردن بعد التعادل بهدفين، وفي شباك لبنان لعب مع الإمارات الإماراتي، مع قطر القطري، مع الأخوية القطري أيضا، انتقل العام الماضي لبونديكور. ركلة مرمى، عباس حسن على التنفيذ، يلعب الكرة طويلة رأسية، شوف الفريقين متحفظين دفاعيا، يعني القلق والحذر واضح في أداء الفريقين، يعني كلاهما لا يريد أن يدخل شباك مرمى مبكر. هدف مبكر في البداية، لا يريد أي فريق أن يدخل مرمى. مرة أخرى كرة ملعوبة لخسنوف، حركة لعب جميلة، يحاول مر، يا سلام، مقطوعة برا الملعب من معتز بالله الجنيدي إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. هذا هو معتز بالله الجنيدي، لاعب الأنصار من عام 2001 مع الأنصار، 16 مباراة دولية، دولي من 2007. ركنية لصالح المنتخب الأوزبكي من الجهة البعيدة،
كرة ملعوبة عالية، رأسية اللعب، وكرة مقطوعة إلى ركنية للمنتخب الأوزبك. هذا هو اللاعب إسماعيل أوكفل يتوغل إلى العمق، اللاعب المحترف مع تشانغ تشون الصيني، يلعب مباراة 44 دولية، طويل القامة طوله 191 سنتيمتر. هذا هو اللاعب اللي أمامنا. ركنية الآن على الترفيه سيرفر ديباروف. سيرفر ديباروف أيضا يعني الآن هذه هي ثاني مباريات المجموعة بعد مباراة قطر مع كوريا الجنوبية، الآن بعد مباراة اللي انتهت بالتعادل بين عمان واستراليا في المجموعة الثانية راح تجري، وكرة خطيرة إلى حارس المرمى. بعد نصف ساعة من الآن مباراة مهمة للمنتخب الأردني الشقيق مع ضيف المنتخب الياباني. شوف بالإعادة الركنية الملعوبة، حركة لعب جميلة من اللاعب ديباروف، وكرة بالخطأ عادت من إلى حارس المرمى عباس حسن. كرة طالت على اللاعب عدنان حيدر أو هذا اللاعب علي حمام، رمية التماس كادويف، كادويف شوف تقدم كثير يعني، شوف والحكم يعيده صح، يعني تقدم كثير والحكم المفروض يبدل الرمية، ولا على كل حال كرة ملعوبة، رأسية ملعوبة، هجمة للمنتخب الأوزبكي. خسنوف في وسط الملعب العزيز بك خيدروف من جديد إلى فيلبوسيان، فيلبوسيان في وسط الملعب يلعبها من جديد إلى اللاعب عزيز بك، تنقطع رمية تماس لمنتخب لبنان من الجهة البعيدة على تنفيذ علي حمام، يلعب الكرة محاولة من جديد مقطوعة من اللاعب كادويف، عالية خسنوف يحاول تنقطع في وسط الملعب إلى القاء سيرفا ديباروف، ديباروف يلعبها من جديد إلى عزيز بيك خيدروف، عزيز بيك يلعبها إلى سيرفا ديباروف وطالت على ديباروف برا الملعب إلى رمية تماس للمنتخب اللبناني. نلعب الدقيقة 29، لحد الآن المباراة أداء الفريقين محصور في وسط الملعب، ومحاولة وكرة من جديد تنقطع من اللاعب وليد إسماعيل، ربط رائع من وليد، كرة مقطوعة إلى اللاعب ياسور خسنوف، ياسور خسنوف يحاول يلعب الكرة عرضية خطيرة ويبعثها من جديد اللاعب وليد إسماعيل إلى ركنية، من جديد وليد إسماعيل يبعثها إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. بدأ المنتخب الأوزبكي يخطر مرمى المنتخب اللبناني أمام تراجع واضح للاعبين المنتخب اللبناني. ركنية الآن لصالح المنتخب الأوزبكي من الجهة البعيدة على التنفيذ القائد سيرفر ديباروف، سيرفر ديباروف على التنفيذ يلعب الكرة عالية ورأسية اللعب وممتازة يوسف محمد. دائما الثنائي في البوسيان إسماعيلوف خطرين في منطقة الجزاء قلبي دفاع المنتخب الأوزبكي. محاولة من جديد الكرة عند حسن شحيتو، حسن شحيتو اللي متراجع إلى الخلف يلعب الكرة في وسط الملعب، ملعوبة الكرة عند اللاعب محمد شمت، تنعاد إلى حسن شحيتو، حسن شحيتو إلى محمد حيدر، محمد حيدر وكرة مقطوعة برا الملعب من اللاعب عدنان حيدر تروح برا الملعب. يعني اليوم عدنان مرتبك نوعا ما، ليس بالفورمة. رمية التماس لمنتخب لبنان وليد إسماعيل، وليد إسماعيل على التنفيذ، شحيتو مقطوعة الكرة عند اللاعب إكمال، عادت بالمنتصف إلى اللاعب بكايف، محاولة من جديد ويوسف محمد يعيدها لعباس حسن، عباس حسن يشتت كرة، نصف ساعة من عمر المباراة، تعادل سلبي قائم بين المنتخبين اللبناني ومضيف الأوزبكي في لقاءات الجولة السادسة للمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. كوريا الجنوبية تعتلي الصدارة برصيد 10 نقاط بعد الفوز القاتل بالوقت القاتل على المنتخب القطري بهدفين لهدف، ثم أوزبكستان بالمركز الثاني، إيران بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، قطر بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ولبنان بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط. في التصفيات بدأ لبنان بمواجهة بنغلاديش بالفوز برباعية والخسارة إيابا بهدفين، ثم انتقل للمرحلة الثالثة خسر من كوريا الجنوبية بسداسية
فاز على الإمارات 3-1، تعادل مع الكويت بهدفين، كرة عالية ملعوبة تنقطع وتتشتت من إسماعيلوف، ثم فاز على الكويت إيابا بهدف، وتغلب على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، ثم خسر من الإمارات 4-2 وتأهل للتصفيات النهائية مع كوريا الجنوبية. بدأ المشوار بالخسارة من قطر على أرضه بهدف، ثم التعادل مع أوزبكستان على أرضه بهدف، والخسارة من كوريا خارج أرضه بثلاثية، والفوز على إيران على أرضه بهدف، والخسارة من قطر في قطر بهدف، وباقي له مباراتين أمام كوريا الجنوبية في بيروت وأمام إيران في إيران. بينما منتخب أوزبكستان بدأ المشوار بالفوز على قرغستان 4-0 و3-0 إيابا، في المرحلة الثالثة تغلب على طاجكستان بهدف، عادل اليابان بهدف، فاز على كوريا الشمالية بهدف، فاز على كوريا الشمالية إيابا بهدف، تغلب على طاجكستان بثلاثية، وفاز على اليابان بهدف، ثم انتقل للتصفيات النهائية وبدأها بخسارة على أرضه بهدف أمام إيران، ثم التعادل من لبنان بهدف، والتعادل من كوريا الجنوبية بهدفين، والفوز على قطر بهدف، والفوز على إيران بهدف. تعرض لهزيمة واحدة في مشوار التصفيات كانت في بداية الجولة النهائية هنا في أوزبكستان بهدف وحيد بوقت قاتل أمام إيران. كرة عادت عند اللاعب إسماعيلوف، إسماعيلوف يحاول مر قصيرة مقطوعة، عزيز بيك تنقطع إلى عدنان حيدر، هو عدنان حيدر برا الملعب، لا رمية تماس، رمية تماس للمنتخب الأوزبك، كرة ملعوبة من جديد، محاولة في وسط الملعب، كادويف تنقطع، حكم اللقاء يشير إلى ركلة حرة للمنتخب الأوزبكي. 33 دقيقة والتعادل السلبي ما زال قائم. منتخب لبنان عليه أن يغير من وضع الحالي، التراجع والدفاع، بدأوا المدافعين يتحملون عبء، وخلل الآن واضح في وسط الملعب للمنتخب اللبناني. منتخب لبنان اللي يعتمد على مهاجم واحد، حتى المهاجم الوحيد اللي هو حسن شحيتو بده يتراجع إلى الخلف ويلعب في وسط الملعب، وهذا يمنح فرصة للاعبي المنتخب الأوزبكي بالاندفاع وزيادة عددهم في ملعب المنتخب اللبناني بتقدم واحد من قلبي الدفاع اللي هم إسماعيلوف وفيلبوسيان إلى العمق. محاولة عند اللاعب يوسف محمد إلى وليد إسماعيل، عادت إلى يوسف محمد، يوسف ليش هاللعب الصعب؟ دائما نقول اللعب خلي يميل للعب السهل، كرة خطرة ومرة أخرى تلعب لمسة يد، ركلة حرة لصالح المنتخب الأوزبكي. شوف حكم المباراة عبد الملك عبد البشير يشير إلى وجود خطأ لصالح المنتخب الأوزبكي من مكان أخطر من الزاوية على التنفيذ سيربر ديباروف. شوف المحاولة بالإعادة، يعني كرة لعبت بين يوسف محمد ووليد إسماعيل، كان الأداء يعني كان المفروض تشتت الكرة. ركلة حرة لمنتخب أوزبكستان من مكان خطير أخطر من الزاوية على التنفيذ سيربر ديباروف، سجل في شباك قرغستان وفي شباك اليابان هذا اللاعب. ركلة حرة لمنتخب الأوزبكي، سيربر ديباروف على التنفيذ، حكم يفض الشباك، وكرة ملعوبة ورأسية تبعد من اللاعب عدنان حيدر إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. هذا هو اللاعب وليد إسماعيل، بدأ المجهود رائع لحد الآن في المباراة، وعدنان حيدر اللي أبعد الكرة برأسية. ركنية الآن من جديد لمنتخب أوزبكستان من الجهة البعيدة، 6-0، أفضل المنتخب الأوزبكي لحد الآن في شوط المباراة الأول. ركنية لمنتخب أوزبكستان، تلعب الكرة برا الملعب، ركلة مرمى لمنتخب لبنان، ركلة مرمى لمنتخب لبنان. طبعا منتخب لبنان خاض مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا، خسر من إيران بنتيجة قاسية بخماسية، وفاز على تايلاند بخمسة أهداف مقابل هدف. لكن المنتخب الأوزبكي اللي كان قبل مباراة كوريا مع قطر متصدر هذه المجموعة، خرج بنتائج سلبية، تعادل مع هونغ كونغ سلبا، وخسر من الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، حتى الجماهير
طالبت باعاده المدرب السابق بالدين ابراهيم. كرة ملعوبة من جديد طالت برا الملعب ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. هذا هو اللاعب باكايف اللي سجل في شباك قرغستان وشباك ايران 46 مباراة دولية و12 هدف دولي من عام 2001 34 عام اللي يزيج به بدلا من الكسندر كيرنيخ. يعني هو حتى كان فيه شك تسلل. ركلة مرمى للمنتخب اللبناني 9 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. قد يكون هناك كلام لبوكير ما بين الشوطين. محاولة من جديد كرة مقطوعة من أمام اللاعب تورسونوف إلى رمية التماس ترتطم بعباس عطوي. رمية التماس إكمال شور خميدي. إكمال يلعب رمية التماس رأسية ملعوبة من جديد محاولة للمنتخب الأوزبكي تنقطع من معتز بالله الجنيدي. معتز بالله معتز يلعب الكرة كرة في وسط الملعب هيثم فاعور محاولة من جديد حلوة إلى محمد حيدر. محمد حيدر يتوغل هجمة عكسية للمنتخب اللبناني الآن. محمد حيدر يتوغل الآن كرة خطيرة اللعب لا اللعب بشكل غير مميز. مقطوعة الكرة عند اللاعب عادل خميدوف يشتتها المدافع اكمال وكرة طويلة رأسية مقطوعة من اللاعب المعتز بالله الجنيدي. مرة اخرى رأسية من اللاعب عزيز بيك خيدروف وكرة من اللاعب يوسف محمد تعود الى الحارس عباس حسن. عباس يشتت كرة طويلة رأسية من اللاعب كادويف. مرة اخرى كادويف تنقطع تلعب من عزيز بيك خيدروف اقرب لعلي حمام يلعبها الى اللاعب عباس عطوي. عباس وكرة مقطوعة على ركلة حرة للمنتخب اللبناني. خطأ لصالح المنتخب اللبناني هيثم فاعور. شوف هذا هو اللاعب عباس احمد عطوي سجل في شباك كوريا الجنوبية لعب لدبي وانتقل عام 2011 لنادي النجم. مرة اخرى كرة ملعوبة الى اكمال يلعبها الى تورسونوف. تورسونوف في وسط الملعب الى سيرفر ديباروف. سيرفر ديباروف يحاول يمر الآن تأخر يلف يدور بالكرة عادت إلى عزيز بك خيدروف. عزيز بك إلى سيرفر ديباروف ملعوب الكرة من جديد ويشتتها معتز بالله الجنيدي بر الملعب إلى رمية التماس. بدأ دفاع المنتخب اللبناني يتحمل عبء. أكو خلل في وسط الملعب للمنتخب اللبناني. كرة ملعوبة من جديد إلى محمد حيدر. محمد حيدر يتوغل الآن. محمد حيدر يحاول يلعب الكرة جميلة محاولة ملعوبة إلى حسن شعيتو. حسن ليش هالكرات الضايعة بلا مبرر. كرة ضيع من جديد للمنتخب اللبناني في وسط الملعب. الكرة ملعوبة إلى اللاعب أحمدوف. أحمدوف يلعبها إلى سيرفر ديباروف ومقطوعة من اللاعب علي حمام عادت إلى هيثم فاعور. هيثم فاعور يتخلص حركة لعب جميلة عثر عرقلة واضحة وركلة حرة للمنتخب اللبناني. ركلة حرة شوف عرقلة واضحة من سيرفر ديباروف. أوزبكيين 13 مباراة فازوا في 9 تعادلوا في 3 خسروا 1 سجلوا 20 هدف عليهم 5 كرات وأشهر الحكام بوجه لاعبيهم 30 بطاقة صفر. كرة عند اللاعب عادل أحمدوف.